هي الانتفاضة اللي زعزعات أركان الإقامة العامة في المغرب، وهو الكاريان اللي خرجوا منه أعتى المقاومين في ترسمات أشهر العمليات ضده، هو الكاريان اللي كان محمق الاستعمار. قصتنا اليوم انتفاضة 1952، الانتفاضة المأساوية اللي غيتواجهوا فيها البيضاويين لتاني مرة مع سفاح الإقامة العامة فيليب بونيفاس في المظاهرة للبيضاويين دفنوا فيها الشهداء ديالهم وسط برارك الكاريان من شدة القمع ديال الاحتلال. ما هذه إلا قصة انتفاضة الكاريان سنترال. فشنو هي انتفاضة الكاريان سنترال؟ وشنو هي قصة انتفاضة الكاريان سنترال؟ القصة من بداية القرن العشرين تقريبا مع دخول استعمار المغرب. بدات كازا كتعرف واحد هجرة كبيرة ليها لا من طرف كبار التجار واصحاب الشكارة من فاس واليهود ولا من طبقة الفقيرة والكادحة، وهالطبقة هي اللي غتكون نسبة كبيرة منها كتمثل العمق المغربي. بدات الهجرة القروية كتزيد حتى وصلت لنسبة كبيرة، وهكا بدات قضية الكريانات كتبان بشكل كبير، تولت رمز للمقاومة الشعبية في الدار البيضاء. من بين أشهر الكريانات في عهد الاستعمار هو كاريان سنترال اللي غيكون مركز قصتنا اليوم. الفرنسيين غيديروا على شكل حائط الميز العنصري، غيقسموا الدار البيضاء ثلاثة ديال الجهات، جهة خاصة بالأوروبيين وجهة خاصة بالصناعة والتجارة وجهة خاصة بالمغاربة. المهم الأوروبيين اللي كانوا ساكنين في كازا غيبدوا يلقوا راسهم محاصرين بالكريانات اللي كانوا كيمثلوا ليهم تهديد خطير، خصوصا في المظاهرات، شي اللي خلى الفرنسيين يحاصروا المغاربة في جهة، وكنقصد طبقة الكادحة والأوروبيين والبرجوازيين في جهة. ولكن والو، عيوم يبدلوا هاد النمو الديموغرافي في الاخر غيلقاو راسهم باللي هاد المغربي اللي ساكن في الكاريان باش يمشي الكاريان اخر، ولا يمشي كل نهار للوزين في الخدام، كيخصو ضروري يدوز من حي الأوروبيين. هو الخوف عند المستعمر كان بالخصوص من المظاهرات، كانوا بغاو فاش تكون شي مظاهرة تبقى محصورة في الأحياء المغربية وما توصلش لعند الأوروبيين. كتوثق واحد الوثيقة في أرشيف روجر باريت على أن عدد المغاربة في الأحياء الكاريانات كان وصل 130 ألف مغربي بلا احتساب الدروب اللي ساكنين فيهم الطبقة العاملة. وفي الثلاثينات خرج مصطلح العشوائيات، كانوا الفرنسيين ديما كيدفعوا بهاد الكاريانات يكونوا في طرف المدينة، يعني كيحاولوا يخليوهم ويسيطروا عليهم برا المجال الحضاري. من بين السبات اللي داروه هو الحد من انتشار وباء تيفويد، وعلى هذا الاساس غيبداو يحولوا الناس اللي في الكريانات من داخل المدينه لبرا المدينه، بحيث غيبنيو باطيمات ويسكنوا فيها الطبقه اللي كانت كتارقهم بحال حي بنمسيك. ولكن من بعد غيلقاو المستعمرين على ان الاحياء الفقيره حاصرتهم وتوزعت على واحد الشكل اللي حاصروا به الأوروبيين في الوسط، بحيث المدينة القديمة وكاريان سنترال والمدينة الجديدة وبنمسيك جوا على مقربة من بعضياتهم وكيتقاطعوا مع الحي الأوروبي إلا بغيتي تتنقل بيناتهم. مهم كتروا الكاريانات اللي كانوا على الأغلب كيتبناو حدا المعامل، لحقاش العمال الفقراء والعائلات ديالهم كانوا كيضطروا يبنيو حدا المعامل ديالهم، وهي في الأصل ماشي كيبنيو، لحقاش في الاول كانوا كينصبوا نوايل وقياطن وكيستقروا، حتى من بعد ولاو كيجيبوا القصدير والبريك من داكشي اللي كيرميو بعض المعامل، وهكا كيتحول الكريان ديال القصدير كيف ما معروف دابا. وهكا غتكون هاد الاحياء الفقيره مركز الخوف ديال المستعمر، خصوصا انهم ولاد المعامل اللي كانوا فيها قياديين كيستقطبوا العمال الاحزاب المناضله ضد الاستعمار، وغيوليو من الكريان ناس شيوعيين واشتراكيين ومنهم اللي مع حزب الاستقلال، وبدات الخلايا ديال المقاومه كتكثر شويه بشويه تقريبا في بدايه الاربعينات، ومن ثم غيتقوى حزب الاستقلال في الكاريان سنترال حتى النهار اللي غتحقق وحده
من الكوابيس ديال الاستعمار، ثورت الكاريان سانترال. بدات القصة نهار 5 ديسمبر 1952 من غيتم اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد في تونس. في عملية اغتيال كانت باينة تورط الاستعمار الفرنسي فيها. وعلاش كل المافيات نهار 5 ديسمبر 1952 طوموبيل كتبع فرحات حشاد في ضواحي العاصمة تونس فين كان كيسكن، حتى اللحظة اللي غيتم فيها اغتياله من غير طلقوا عليه النار وسط طوموبيل ديالو. ولكن حشاد هاد الساعة ما غاديش يتصاب إصابة قاتلة، بحيث في هاد العملية غيتصاب في دراعه وفي كتفه. غيخرج فرحات حشاد من الطوموبيل وغيحاول يهرب، ولكن ما هي إلا ثواني قليلة. غادي يتفاجئ بعملية ثانية وهجوم جديد، غتبان سيارة أخرى، وهاد المرة غتجز عليه من غادي يوجهوا الطلقات ديالهم للراس ديالو. غادي ينزلوا هاد المرة باش يتأكدوا من الموت ديالو. غيبقى حشاد مرمي وسط الطريق في منظر بئيس، وما هي إلا ساعات قليلة حتى غينتشر هاد الخبر اللي غيهز العالم الحر والمستعمر، بحيث هذاك النار غادي توصل الخبر للمغرب، واللي غتخرج على إتو مظاهرات كبيرة في الدار البيضاء. هاد المظاهرات اللي امتدت في عدد كبير من العواصم عبر العالم. المهم بعد هاد الاغتيال غتخرج النقابة المغربية وحزب الاستقلال اللي غيدعو الناس في 6 ديسمبر لإضراب عام لمدة 24 ساعة تضامنا مع الشعب التونسي. غيبداو لجان ضمت عدد من الناشطين والنقابيين في تنظيم الإضراب، واللي غيكون مركز الانطلاق ديالها هو الكاريان سانترال. مظاهرات اللي غتبدا سلمية وغتسالي دموية، خصوصا وأن باشا الدار البيضاء كان هذيك الساعة هو السفاح بونيفاس اللي نفذ مجازر تاريخية في الدار البيضاء، ووحدة منها ذكرناها في حلقة سابقة اللي معروفة عند المغاربة بدقة ساليغان، منين غيطلق كتيبة إفريقية تقتل في البيضاويين في الشوارع وغتنكل بالجثث ديالهم. هاد العملية اللي رقات في البشاعة ديالها الجرائم حرب. فيليب بونيفاس تعلب الإقامة العامة، كيتعتبر بونيفاس المراقب المدني ومدير شؤون سياسية، وكيتعتبر أكثر مسؤول فرنسي متعطش للدماء. غادي يجي بونيفاس المغرب سنة 1927، وبعد هاد الزيارة بعشرين سنة غادي يولي هو المراقب ديال جهة الدار البيضاء، وغيكون هو المسؤول على كاع الأجهزة الأمنية في المدينة ومشرف على السلطات ديال المخزن. من الملاحظات اللي تخادت على بونيفاس هي أنه داز من كاع الجنرالات اللي كانوا مقيمين عامين في المغرب، وكل جنرال ما كان كيمشي حتى كيطلع بونيفاس درجات في المنصب ديالو. وهكا غيقول جيوم على أن بونيفاس طلع بسرعة كبيرة في المناصب، سيوصل المنصب اللي كبير بزاف واللي غيخليه من المسيطرين على السلطة في المغرب. كان بونيفاس كيعرف السياسة واحدة مع المغاربة، هي سياسة العنف والقوة. ما كيترددش في قتل المغاربة في أي مناسبة تواجهوا فيها مع الأمن، إلا وكيعطي الأمر باستعمال الذخيرة الحية لقتل المتظاهرين بلا رأفة وبلا ذرة ندم. الآلاف ديال المغاربة ماتوا بسبب بونيفاس، فاش كيضطر أنه يخرج على القانون كيخرج بلا مسؤولية ولا محاسبة. كان بونيفاس كيكره الملك محمد الخامس كره العامة. غادي نجو من عملية اغتيال خطيرة نفذها المقاوم بوشعيب الدكالي والمدني المغراني، بحيث أنه كان ساكن في واحد الفيلا حدا دوار سيدي إبراهيم، وكل صباح كيمشي مع الحراس ديالو للمكتب ديالو في المدينة. غادي يضربوا مزيان هاد المقاومين بجوج على هاد العملية قبل ما ينفذوها. غيضربوا على سلاح رشاش على يد واحد السارجان كان عسكري في الجيش الفرنسي. نهار 10 غشت 1955 غيركبوا المقاومين في الطوموبيل اللي كان كيسوقها محمد شيشيني، وواحد واقف واحد البلاصة عالية حاضي الدار ديال بونيفاس، باش منين يخرج يعطيهم الإشارة باش يهجموا عليه. منين غيخرج بونيفاس بالسيارة ديالو غادي يسبقوه، ومنين غيبغيو يضربوه بالقرطاس سلاح الرشاش غادي يبقى يضرب طلقة بطلقة، حيت ما عرفوش يحولوا للرشاش. غادي يضربوا طوموبيلته بالسعد ديال القرطاسات، ولكن ما غيوقع ليه والو من غير جروح بسيطة، وغيقدر في الأخير باش يهرب. الغريب أن الحراس ديالو ما قدروا يديروا والو، ولكن المهم هو أن بونيفاس من مور هاد العملية ردع بزاف لدرجة أنه تحول من دار البيضاء، وبالنسبة للمقاومين
نجاو براسهم من الاعتقال، قدربو نفاس يفلت من موت محقق. المهم بعد ما غيوصل للسلطات الفرنسية لأن النقابيين كيدعو الناس ديال كاريان سنترال لإضراب عام، غادي يرسل بونيفاس مرسول اللي كيدور على الناس وكيبرح على أنه اللي ما خرجش لخدمته نهار الاثنين بما فيها الحوانت والعمال ما يلوم إلا راسه، وغيتوعدهم بسوء العقاب. ونهار الحد 7 ديسمبر غينفد أحد المقاومين عملية اللي تسمات عند الناس من بعد بحريق لافوار، من غيشعل النار في كاميو ديال لافوار اللي اعتبروه المقاومين رمز للاستعمار، وهما اللي دخلوا به القمر والسويرتي والشراب والفساد الأخلاقي. غيتجمعوا هذاك النار حوالي 2000 عامل في شارع فرحة حشاد، وهنا غتبدأ المواجهة مع البوليس. هاد المواجهة اللي غتبقى حتى الليل، هاد الليلة اللي غيطاحوا فيها بزاف ديال الشهداء. وليلة نهار الاثنين غادي يحاصر بونيفاس كاريان سنترال بالمدفعية، وغيقدر بالانتشار الكبير ديال البوليس وجيش الكوم باش يحكم السيطرة على الكاريان سنترال. ولكن هاد الهدوء كان غير بسبب ان الناس دخلت تنعس لحقاش في صباح الاثنين، وهو اليوم الموعود اللي المفترض غيصبح الاضراب الكبير. غيخرجوا الناس وغيبداو يضاربوا مع البوليس ومخازنية بالحجر، وغتوجه مظاهرة كبيرة كيبلغ العدد ديال المشاركين فيها 20,000 واحد من كاريان سنترال قدام الكوميسيرية ديال درب مولاي الشريف. وهنا البوليس غيبداو يطلقوا النار على المتظاهرين. غادي يستعمل بونيفاس القوم للأسف للقضاء على المظاهرة بالقوة، غيعتقلوا النقابيين اللي كانوا مجتمعين دار النقابة. غادي توجه السيارة فوق الرشاش لدار النقابة، غيدمروا النقابة وغيعتقلوا كاع اللي فيها. دار النقابة اللي اعتبرها بونيفاس المصيدة ديال النقابيين والعمال هداك النار، غيطلعوا القناصة فوق الديور الكبار اللي في كاريان سنترال، وغيبدأ يطلق النار على الأهداف البشرية. بل كاين اللي مات في دارو لحقاش القصدير ما كيحميش من القرطاس، حتى أن بعض الناس اللي ماتوا ليهم شهداء وسط البرارك اضطروا يدفنوهم وسط البراكة باش ما توصلش خبارهم للبوليس. أما بالنسبة لجثث الشهداء اللي كانوا في الزناقي، كانوا بعض المتطوعين كيسرقوهم وكيديوهم للديور ديال بعض المقاومين فين كيصليوا عليهم صلاة الجنازة، حتى غيهدأ الوضع وغيشيعوهم للمقبرة ديال بنمسيك. واختلفت الأعداد ديال الضحايا بحسب المراجع وبحسب المكان، بحيث كل بلاصة وشحال عدوا الشهداء فيها. بحسب مؤسسة علال الفاسي في العالم سنة 1992 قالت على أن العدد بلغ 900، بينما الأوبينيون قالت على أن العدد وصل 2000. بدأت الاعتقالات والتعذيب والتحقيقات، وغيزور الجنرال جيوم كاريان سنترال وغيهنأ البوليس والكوم بالعمل الكبير اللي داروا بالنسبة ليه، وغيتوعد من مجلس الشورى المقاومين واللي سماهم الجنات، وغيتوعدهم بالقبض عليهم ومحاكمتهم. غتبدأ عملية الاعتقال الكبيرة في كاريان سنترال، وعمليات تمشيطية واسعة وصلت حتى لوسط الديور ديال السكان، ملاحقات بوليسية ومداهمات، والاعتقال كان حتى من وسط المعامل اللي خدامين فيها وحتى المعلمين من المدارس. غيعطي بونيفاس تعليمات الأرباب المعامل باش يشدوا المراقبة ويعلموا بأي عامل فيه أثر ديال الجروح ولا خدوش ولا دايرين فاصمات ولا مضروبين. وهكا غيتم طرد عشرات العمال من المعامل اللي خدامين فيها، خصوصا اللي تغيبوا نهار الاثنين نهار الإضراب. وبعد محاكمتهم غتراوح الأحكام عليهم بين 2 والبراءة. بعد الحصيلة الكارثية تعرفت أحداث 1952 بالدار البيضاء بانتفاضة الكاريان سنترال، وهي الانتفاضة اللي بقات رمز للعدوان اللي تعرضت ليه من طرف الاحتلال الفرنسي. ولكن الأهم من هالشي هي أنها بقات رمز للمقاومة المغربية. كانت هذه هي قصة أحداث الكاريان سنترال من البداية للنهاية.